السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة تعلم كيف. درس اليوم يتعلق حول كيفية التحكم في خاصيات قارئ الأقراص الصلبة سي دي أو الدي في دي. على بركة الله نبدأ الدرس. في لغة البرمجة، لغة الحاسوب، يوجد مفهومين أو رقمين أساسيين يتم التواصل بهما مع الكمبيوتر، وهما الرقم 1 و0، وهذا ما يسمى بنظام البينير. فالرقم 1 يعني تأكيد أو تشغيل، والصفر يعني نفي العبارة السابقة، أي عدم التأكيد أو عدم التشغيل. هذا فيما يخص الدرس، لكن قبل ذلك فلنتكلم على الريجستر أو سجل المعلومات أو تعريف الكمبيوتر. فهذا الريجستر يتضمن كل المعلومات الحاسوب من سوفتوار وهاردوار. أما السوفتوار فيعني مجموعة البرامج الكاملة للحاسوب، سواء كانت ضرورية منها لعمل الحاسوب كالويندوز وباقي البرامج الخاصة بالصوت والشاشة وشبكات الانترنت، وكذا البرامج الثانوية أو المضافة، على سبيل المثال برامج المكتبيات أوفيس، فوتوشوب وغير ذلك من البرامج. أما بالنسبة للهاردوار فكل ما يتعلق بالأجهزة الشاملة المجمعة في الكمبيوتر. كما تعلمون أن الحاسوب مكون من مجموعة أجهزة، وهي البطاقة الأم كارت مير التي تضم وتشمل الميكرو بروسيسور، بطاقة الصوت كارت صوت، بطاقة الشاشة أو الصورة أو كل ما يتعلق بالألوان كارت جرافيك، ديسك دير القرص الصلب، قارئ الأقراص الصلبة ليكتور سي دي دي في دي أو جرافور أو غير ذلك من الأجهزة. فيمكن إضافة أيضا كارت ساتيليت، كارت تي في، مجموعة من الهاردوير. نسلط الضوء اليوم على خاصيات قارئ الأقراص في الريجستر أو سجل معلومات الحاسوب. لفتح هذا الأخير ما علينا إلا أن نكتب رجدت في نافذة الطلبات للويندوز، يعني في فنتر ديكزيكيسيون، وهي على هذا الشكل كي يتم التعامل مع هذه النافذة. ما علينا إلا الذهاب إلى إبدأ أو دماغي على حسب الويندوز الذي تتوفر عليه، ثم تكتبون إكزيك على هذا الشكل إكزيكيتي، ثم نكتب في هذه النافذة رو جي ديت على هذا الشكل رو جي ديت على هذا الشكل، ثم نضغط على أوكي ليتم فتح الريجستر سجل المعلومات الخاصة بالكمبيوتر. كما تلاحظون فتحت لنا نافذة على هذا الاسم، وهذا هو الريجستر. كل ما يتعلق بالحاسوب من سوفتوار وهاردوار كما سبق أن شرحنا. أما فيما يخص درس اليوم فما علينا إلا أن نذهب إلى HK Local Machine، ثم نضغط عليها لتفتح لنا مجموعة من المجلدات. نذهب إلى System، نفتح سيستم، ثم نفتح سيرفيس، ثم نختار، لاحظوا هنا مجموعة من الهاردوير، خاصية الكمبيوتر. ما يهمنا اليوم هو السي دي روم، أي قارئ الأقراص. نلاحظ هنا مجموعة من الخاصيات الخاصة بقارئ الأقراص فقط في هذا المجلد. عندما نضغط عليه نرى مجموعة من الخاصيات في قارئ الأقراص. يمكن تغيير أي خاصية تريدونها، مثلا ستارت يعني تشغيل أو عدم التشغيل، أوتو ران يعني أن عندما تدخل السي دي يعني قارئ القرص، إما أن يتم تشغيله تلقائيا إذا أردت مثلا تغيير هذه الخاصية، ما عليك إلا الضغط عليها. كما قلنا أن 1 يعني تأكيد العملية،
وصفر إلغاء العملية. فعندما نريد تغيير مثلا هذه الخاصية، ما علينا إلا تغيير الرقم واحد بصفر لنقول، لنؤكد عدم تشغيل هذه الخاصية. كل خاصيات السي دي روم أو قارئ الأقراص ملخصة في هذه الكلمات الخاصة بالكمبيوتر. وصل درسنا إلى نهايته، نكتفي بهذا القدر، وإلى درس آخر إن شاء الله على قناة تعلم كيف. تابعونا على صفحة الفيسبوك من خلال اقتراحاتكم وتدخلاتكم. صفحة الفيسبوك www.facebook.com/apprendre.comment. إذا أعجبك الفيديو ما عليك إلا إعجاب أو ومشاركته مع أصدقائك. شكرا على حسن التتبع، وإلى اللقاء، إلى درس آخر إن شاء الله.